ايه انا متذكر مين كنت العب انا في بنت واحده من القرايبين وبنتين من الجيران، هدول من الجيران اللي حطنا. اوكي كنا نلعب احنا اكثر شيء هدول. كنتوا تتخانقوا يطلع صوتكم على بعض، تشكوا اهلكم، تروحوا عم تبكوا على البيت؟ لا كنا امرار نتخانق بس قليل، ما دائما. مره سرقت لي، كنت حاط ليره بجيبي، سرقتها هي، قمت انا جيت ضربت على ظهرها. مين ضرب؟ ضرب على بنت الجيران. اجى خيال كبير ضربني لي. صار يبكي وانا ابكي. اي تاني في غرض هيك بضل براسك انت وصغير؟ هو تيارة الورق حفظها يعني بعدها براسه مثل ما كانت. انت شو في شيء كثير بتتذكره؟ غرض لعبة معينة كنت تلعب فيها، شيء كنت محتفظ فيه؟ هيك وحدة هلقد هيك مدورة. شو هي؟ هلقد هيك مدورة في اذا جيلاتين هيك قاسي مثل الازاز. شو كانت تحط عندك بالاوضه يا اما لعبه تلعبوا فيها؟ يا كنا نحطها هيدي، كنا نجيبها نتسلى فيها، نتفرج عليها هي هيك مدوره، ومن تحت في لها هيك بلاستيك، من تحت بلاستيك ما مدور هيك هيك مدورة من فوق، وهون إلى سندي شافي هيك كلها سوا شافي واحد هيك. تتذكر تاني؟ ايه اوريزونتال هيك. اوريزونتال؟ ايه وهيدي من فوق مدورة. اوكي مثل ازاز، مثل ازاز في بقلبها ماي وفي سمك، في سمك بقلبها. كنا نتسلى فيها نتفرج عليها. اه هيدي اللي بحطوا فيها السمك العايشين. ايه ايه سمك العايش. ايه صح؟ كان عندك سمك يعني انت وصغير؟ ايه ايه. حلو، كنت مسميهم اسامي او لا؟ كان عليهم اسم؟ لا هيك مثل ما اني تركينهم. حلو. بتطعميهم؟ كنت تحط لهم هول اكل السمك؟ بيجوا بياكلوا؟ ايه خبز كان مزبوط. شقف لهم خبز زيت لهم اياه. حلو. ياكلوهم كانوا. حلو. بنبسطوا فيهم. غرض كثير بتحبه تتذكر وما بعرف، يمكن كل هالسفرات وبين سوريا وتونس والدنيا كان في غرض عن جد دايما عزيز على قلبك؟ هي لعبة، هي لوحة. لا ما عندي غرض، عندي شيء عزيز على قلبي لأمي. أنا ما شفت أمي، ما بعرف أمي من أنت وصغير؟ ما بعرف، كان عمري 9 أشهر بيبي اللي توفت، عمتي بتقلي بكندا، ما بعرف عنها شيء أبدا، وأنا وحيد منها يعني لليوم. ايه لليوم ما بعرف عنها شيء ابدا ابدا. صورة ولا شيء، ولا شيء نهائيا، يعني شفتها بالشارع ما بعرفها. إيه كان املي وحياتي اني اشوفها، بعرف مين هي يعني هالمرة اللي خلفتني. يعني واحد مثلي بده يكون يصير معه مشاكل نفسية وعصبية والف شغلة، مزبوط ولا لا؟ من انا كان عمري 9 سنين مزعوم من البيت، يعني بيي كثير قاسي كثير. يعني مثلا عملت غلط غلطة، هي أول شغلة عملتها أنا سرقت حامضة في حد بيتنا بستان، فرحت انا والولاد سرقت حامضه من البستان. اجى على بالي حامضه، خدت حامضه، قامت الدنيا وما قعدت عشان الحامضه، تربطت بالجنزير واحترقت بالسكينه. طلع هي من وقتها؟ هلا مبينين على بجسمي كله. انا من وقت 9 سنين كان يطفي الدخان فيك؟ مش دخان، يحمي السكينه ويحرقني، يحميها على الغاز. يعني شفت طفوله كثير قاسيه. كنا اوقات نلعب السكي على الثلج، كمان نحط كيس كيماوي من النايلو نقعد عليه وننزل زول تصدر، يمكن تصدر على التلفزيون باسيا يعملوا مباريات ومباريات، ونحن اولاد عم نلعب.
نعرف فيها هي. حلو طقطق. يعني طفولتك كانت مهضومة. طفولتي حلوة بس أمتي أنا انأذيت، انأذيت بالسن المراهق. يعني ابن 16 سنة. 15-16 سنة صار معي مشكلة. شو صار؟ صار معي صدمة عصبية ودلالة تعالى شي 17 سنة لسحالي. شو عنده العتاني؟ ابدا هيدا بمل، هيدا بالحبس بمل؟ ايه بمل، بمل مع الايام بمل كتير، بمل بفع راسه. مظبوط مظبوط. عيتاني حكمه معبد يا عمي، بعد هلا ما طلعوا من السجن من 37 سنة. عيتاني بس حكمه مش معبد. منه معبد؟ ما بقول لك لا مظبوط بس مثل كأنه معبد. ايوه شو 37 سنة؟ بس هلأ إذا بدي أقول لك عطيني نقطة مشتركة بين حكم مثل حكمه للعيتاني لحين الشفاء وحكم واحد بالمحكومين مؤبد وبدك تدفع 80 مليون إذا بدي طلعك. زيد الحكم بالعكس، المحكوم لحين الشفاء أصعب من المحكوم أعدام. أنا ليه؟ بالنسبة لي ليه؟ أنه خلص أنه عليه حكموا عليه أنه بأعدامه، أنه هو عوج الدنيا حتضل عيش أنت بسجن. تروح مشوار؟ يلا تعال تروح؟ تعال أنا وياك نمشي هيك شو تروح؟ تفضل خليك شخصية مبروك تعقد. سعد مش دورك هلأ، جاي دورك عارف. تعال أنا وياك. اوكي هول اصحابنا فوزي زياد خضر سعد امين. امين عنده شيء يقول لك، انتبه هون عم انتبه. هيدا شريط كاميرا ما تخاف ما تخاف. اوكي اوكي كوكو. كوكو اسمك؟ شو اسمك؟ كوكو. دكتورة شو؟ بس بس الولاد هون ما بيفهموا، مش مربيين، مش مربيين ابدا، ما بيعرفوا ال 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 لوين رايح؟ عالجامعة. عالجامعة؟ صرنا بالحبس هلا، نحن بالحبس. قاعد انت هون برومية؟ محبوس يعني؟ طيب بأمريكا أنا محبوس وبرومي واللي بدك إياه، بس شوي شوي يعني ماني معروف. موجود؟ في حدا هيك؟ أنا برومي؟ كثير قوي شخصية. بتعرف روجي؟ روجي أوكراني هو، بتعرفه؟ بأمريكا بدك إياه أعرفه؟ بعرفه أنا. لا أنت بتعرفه؟ أنا بعرف ما بعرف. بنزل كل يوم لي على البيحة برا، أكتر إنسان بيمشي بيروح وبيرجع وأكتر إنسان بيحكي مع حاله إجمالاً. مع مين عم تحكي؟ بإني مثلاً مع أمي. مع مين عم تحكي؟ عم تحكي مع عندك أولاد؟ عندي أولاد. بيحكي كلام أحياناً أكتر من إنسان واقعي، أكتر من إنسان طبيعي، وأحياناً بيحكي خارج هذا العالم كلياً. عرفت لي كيف؟ فأنا بشفع عليه كثير، مش إنه أول شيء ما قاله حدا. عرفت كيف؟ قبل كان ينهان، انضرب، انأذى كتير، بيلاقي مثلا حدا بيضايقه بيزعجه، منه مأذي، منه مأذي. بيبرم يعني تصور يكون نايم مثلا بيجي واحد بسط المي، هو نايم بيطرق بسط المي. بفيق بيغير ثيابه ولا كانه صار شيء معه. ابدا طبيعي. يعني عجبتني حرام الصبي قديش استغلوه بهالحبس. عم لك قلب احيانا بتحكي معه مثل ما حكيت معه انت هلا شوي يمكن تغير عليه الجو، بس بتحكي انت وياه بتلاقي انسان ثاني.
غير اللي نحن بننظر له اياه مثلا زواده مجنون، يعني تلاقيهم بيقولوا عنه مجنون. يعني وقت بتحكي معه بتلاقيه انه بيعرف اسماء كثيره، اسماء كبيره، اشخاص مختلفين عنا كليا. يعني عجبتني كثير يعني طريقه حياته. طيب ما مشان هيدول، مشان هيدول الواحد ينسى 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 انانيته ويشتغل للشباب. معلي قد ما كان ما بتعرف، يمكن يبرم الزمن نحن نصير محلهم.